الليرة السورية تستعيد بعض خسائرها والدولار ينخفض في عدد من المدن والمحافظات السورية، ومصرف سوريا المركزي يتخذ قرارات هامة بشأن سعر الليرة، والذهب يرتفع مجددا على خلفية ارتفاع سعر الأونصة عالميا. كل ده بالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة، ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة، ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة خلال تداولات اليوم السبت 8 يوليو 2023 في عموم المدن والمحافظات السورية، حيث استعادت الليرة بعض خسائرها أمام العملات الأجنبية، مسجلة 9500 مقابل الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة دمشق. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي، فإن متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك سجل رسميا 6532 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي 8200 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة، وسجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء 9400 ليرة للشراء و 9500 ليرة للبيع. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء، فإن ال 100 دولار هتساوي 940 ألف ليرة سورية. وحدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة عند 8500 ليرة للدولار الواحد. ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مركز سوريا المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو عند 9216 ليرة سورية لليورو الواحد. وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية. وكمان أقر مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي تعديلات جديدة بخصوص اعتماد القواعد العامة للأخطار المصرفية والعملاء المتخلفين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية. ونص القرار على أنه يجب على المصارف الاستعلام من مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف قسم مركزية المخاطر عن قيمة ونوع التسهيلات الممنوحة أو المستعملة من زبون معين، وكذلك تفاصيل ومعلومات عن تلك التسهيلات. وبالنسبة للذهب، فالأسعار ارتفعت مجددا على خلفية ارتفاع سعر الأونصة عالميا. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري وتعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار، فعدد من المحافظات والمدن السورية اليوم السبت سجل الدولار في دمشق 9500 ليرة للبيع و 9400 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 9750 ليرة للبيع و 9650 ليرة للشراء. أما في إدلب فسجل الدولار 9600 ليرة للبيع و 9550 ليرة للشراء، وفي الحسكة سجل الدولار 9500 ليرة للبيع و 9450 ليرة للشراء، وفي منبج سجل الدولار 9450 ليرة للبيع و 9400 ليرة للشراء. أما في الرقة فسجل الدولار 9475 ليرة للبيع و 9425 ليرة للشراء. بالنسبة لأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية اليوم سجل اليورو 10328 ليرة للبيع و 10214 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 7119 ليرة للبيع و 7036 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 12064 ليرة للبيع و 11927 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 374 ليرة للبيع و 359 ليرة للشراء. أما الريال السعودي فسجل 2531 ليرة للبيع و 2501 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 30958 ليرة للبيع و 30607 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 2588 ليرة للبيع و 2557 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 2611 ليرة للبيع و 2580 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 13413 ليرة للبيع
و13264 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 307 ليرة للبيع و302 ليرة للشراء. وفيما يتعلق بأسعار الذهب في سوريا بعد الارتفاع، سجل جرام الذهب عيار 24 581 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 509 ألف ليرة. أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 436 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 1924.83 سنت، وسجلت ليرة الذهب 4,073,000 ليرة سورية اللي بتساوي 433.26 سنت. أما أونصة الفضة فسجلت 217,107 ليرة سورية اللي بتساوي 22.71 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 6,980 ليرة. نكمل جولتنا للسعرات، أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية اليوم السبت، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وحافظ على مستواه على منصة صرافة التابعة للبنك المركزي اللبناني عند 86,200 ليرة. وانخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان علشان يسجل مستويات 91,300 ليرة للبيع و91,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية اليوم السبت. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول، وادعمني وتابعني أنا حسين علي، هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.